في ريحه. بالضبط. ليش ما طرختي؟ ليه ما كنستي؟ البيت مقلوب. بعدين تعالي، فين كنت اليوم؟ كنت عند اخواني. اصلا مين قال لامي تطلع دون اذني؟ والله اخواني ذول لو شفتهم حتوطب بطنهم. قومي فك الباب انقلعي. انطقي، ما عندنا حريم يفتح البيبان. قال ايه؟ قال تفتح الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حي تفضل اخواني الغالي، تفضل اخواني. والله منورين. قد يوحشكم كده وجوني اليوم، والله الصدفه مره تجنن. ايش الاصوات دي يا دارين طالع في الشارع؟ تعرف زوجي يحب ينكت ويمزح وصوته عالي في البيت. شنو بعيد عنك؟ خلاص استريح على بال ما دارين تقول سوينا عشاء. لا والله ما حد يسوي العشاء غيري. استريحي. ايش بينكم؟ انا احس كان بينكم مشكله. لا بالعكس، بدي انا اخذ العشاء حتى. طحشر طحشر طحشر.